هذه ساحة الحرية على بعد أمتار من البيت الأبيض. تجمع هنا آلاف المتظاهرين المؤيدين للشعب الفلسطيني ولفلسطين. تجمعوا هؤلاء ليطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وليطالبوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف تمويل إسرائيل. من بين هؤلاء صغار في السن، كبار في السن، وهؤلاء يعتقدون بأن صوتهم يجب أن يكون مسموعا لدى الإدارة الأمريكية. يعتقدون بضرورة وقف إطلاق النار فورا، وقف المساعدات لإسرائيل، وأيضا توفير الحماية للشعب الفلسطيني، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. هذه التظاهرة تسير حول البيت الأبيض لتوصل رسالتها في وقت ما زالت العمليات العسكرية جارية في قطاع غزة، بينما تحاول الدبلوماسية الأمريكية عبر وزير الخارجية أنتوني بلينكين إيجاد مخرج أو هدنة إنسانية على الأقل لتلبي ما يطالب به هؤلاء المتظاهرين. في وقت سابق أيضا قدم بعض المتظاهرين عرضا يمثل عدد الضحايا الفلسطينيين، خاصة من الأطفال الذين سقطوا في قطاع غزة. هذه التظاهرات من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة، وهي مطلبها واحد: وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهدنة إنسانية، وإنهاء للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. أنس الصبار، سكاي نيوز عربية، واشنطن.